أهلا بكم في الدرس الأول، وهذه المقدمة التمهيدية من دورتنا الجديدة التي سوف نقوم بتخصيصها وسوف نقوم بتوظيفها، وذلك في المرور Traffic أو بشكل أخص إشارات المرور Traffic Signs. فمثلا إذا قمنا هنا بالاستعلام على Traffic Signs والتي هي لحد ما موحدة في جميع بلدان العالم، فسوف نسعى للقيام بإنشاء وبناء System يعتمد على Machine Learning والتعلم الآلي في الذكاء الصناعي Artificial Intelligence، بحيث نقوم بإدراك هذه الصور وإعطاء definition والمعنى الخاص بها. ولكن قد يقول أحدكم، بما أن هذه الإشارات هي موحدة من ناحية التعريف، فلماذا أحتاج إلى القيام بإنشاء نظام تعلم آلي ولا أستطيع القيام بإنشاء برنامج بسيط static يقوم بإعطائي التعريف الخاص بها نسبة لأشكالها؟ هذا لأنه فعليا نحن لا نقوم هنا بالتعامل مع صور standard كما هي مرسومة بهذا الشكل، وإنما نقوم بالتعامل مع صور نقوم بجلبها من الحياة الطبيعية. إذا قلنا هنا real life، فنرى هذه الصور بإضاءات مختلفة وبزوايا متباينة وبأحجام مختلفة والتي تكون إلى حد ما غير واضحة. لذلك هذه الفيتشرات الخاصة بهذه الصور إذا قمنا بتحليلها قد لا تشير بالضرورة إلى إنتاج متطابقة. لذلك فعليا أحتاج إلى القيام بإنشاء نظام تعلم آلي من أجل القيام بإدراك هذه الاختلافات ومن أجل التعرف على هذه الصور وإعطاء ديفينيشن على اختلاف هذه المعايير حتى وإن كانت غير واضحة. فهنا سوف نبدأ من خلال تحليل هذه البيانات، وسوف نسعى للقيام بإنشاء أبليكيشن متكامل مع واجهة ونستطيع القيام باستخدامه وتوظيفه بمختلف الأغراض. فمثلا نستطيع القيام بتعلم هذه الإشارات نسبة لهذا السيستم. فنبدأ أولا بوضع هذه الصور ونقوم بتخمين معناها، ومن ثم نقوم بسؤال النظام بعد القيام بتدريبه وتهيئته عن معنى هذه الصورة. فبهذا الشكل نستطيع القيام بتوظيف مثل هذه الأبليكيشنز بمختلف الأشكال ومختلف المجالات. وفعليا هذا النظام والذي يعبر عنه Traffic Sign Recognition (TSR) هو فعليا موجود في نظام القيادة الآلية، وذلك بأجل جعل السيارة تدرك هذه الإشارات التي تراها عن طريق الكاميرا وتقوم باتخاذ الأكشن والديسيجن نسبة لذلك. فسوف نرى كيف نستطيع القيام بإنشاء هذا الأبليكيشن التخصصي في مجال الذكاء الصناعي والتعلم الآلي خطوة خطوة، وذلك باستخدام اللغة المتعارف عليها في مجال Artificial Intelligence وهي البايثون التي استخدمناها في كثير من الدورات السابقة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن تكون هذه الدورة ممتعة وشيقة وتعليمية، وأن تتمكنوا في نهايتها من تعلم مفاهيم جديدة وإغناء مهاراتكم البرمجية مع تعلم المزيد عن Artificial Intelligence والذكاء الصناعي. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.